رفعت إبراهيم أو إبر ماتت إبراهيم فازة بالأمد استرائيل جاءت إدار زينة أحيوش فاير زينة شرار رفعت إبراهيم إنتو إثبات الله سنتهم حياة كبيرة المرمومة يا جماعة. ترجمينا كده يا نور، هي قالت ايه؟ كذا سيدنا ابراهيم بالانجليزي. عربي ماشي، هترجمي بقى. هحكي لكم كذا سيدنا ابراهيم كان بيكره الاصنام اللي كانوا بيعبدوها، فقعد يفكر من اله نجم لا شمس لا إلهي مين، ونزل عليه جبريل بوح أسلم برب العالمين وأنت تبقى أبو الأنبياء أجمعين. وبحفلة عيد والناس بتلعب كسر الأسنان بفاسق لم مرار وحطوا فيها إبراهيم، بس مين يا نار كوني وسلامة على إبراهيم، وطلع بيمشي من عادي وفي مصر جات له هدية هاجر وادت له إسماعيل، وفي مكة سبية والطفل الرضيع وقال سلام أكلوا ربك اللي قال أكلوا ربك كريم عمره ما يضيع عباد المية تفجر يا نبع تحت رجلك يا إسماعيل. وخلاص كبر وأبوه بيحكي له منام إنه شافه بيذبحه، قال له أمرك يا أبي اذبحني طاعة للإله، ونزل بأمره كبش الفداء ورفعه